بس معكم البنات لاباس علينا البنات كدايرين بخير المشاهدين ونتمنى اليوم باش تشاركونا في واحد الطواجين ان شاء الله غنديروه المهم غنديروه غير ب السلام عليكم البنات اهلا لاباس البنات كي دايرين بخير البنات كي درتو مع شي خدمه ومع شي عمل البنات المهم اليوم غنشارك معكم واحد الطويجين عندنا اللحمه البنات وعندنا هنا شويه ديال العطريه عندنا هنايا الخرقوم عندنا الابزار هو البنات ما تكثروش سكنجبيره البنات وهنا عندنا شويه ديال الملحه ونص كاس ديال الزيت البنات يلا شاركوا معنا الطواجين ان شاء الله تنكملوا المهم البنات هنا من بعد ما درنا اللحم في الطاجين البنات من بعد ما درناه نديرو البنات ديك العطريه ونديرو البنات الزويته وغادي نحركوها البنات المهم هنا البنات نشحرو هنا هو البنات غادي نشحرو البنات المهم البنات هنا من بعد ما شحرنا اللحمه البنات هنا عندنا البنات البصله حنا قطعناها مرصد صغار البنات وهنا عندنا شويه الخرشفه البنات شوف البنات كي داير ليا اليديه كحلومه البنات الانسان يدير شويه ديال الحام يدهن به يدو عاد باش يقطع الخرشفه البنات وهنا عندنا شويه القزبر والمعدنوس البنات انا غنقطع البنات وهنا معكم حتى الاخر هنا واحد المطيشه غادي نحكوها وغندير واحد البطيطه وشويه ديال الزيتون البنات باش غادي نخضروا يلا بقاو معنا حتى الاخر البنات وانا معكم في التقديم ان شاء الله في الطاجين اللي يطيب ان شاء الله هنا واحد شويه ديال الحاره جوج مزاود صغار البنات المهم البنات حنا نحيدو الغطايه وغنديرو داك الربيع البنات داك الربيع ونزلو هنا البصلة المهم البنات هنا من بعد ما درنا البصلة البنات هو راه تيتبخ لينا تيتربخ كيما تيقولو المهم البنات هنا غادي نزيدو الخرشف البنات المهم البنات هنا غادي نزيدو الخرشف البنات يلا قوم احنا البنات حتى نسالو المهم هنا البنات غنزيدو هاد جوج بطاطات البنات وغنقيهم راه باقي في التراب هما البنات باقيين جداد يلا غير غسلتهم باش ما يبقاش التراب لاصق فيا يلا انا معكم حتى الاخر البنات المهم البنات غنزيدو البطاطا البنات ما نقل يعني البنات راه تنصور غير بيد وحده
الاخوات المشاهدين والمشاهدات، البنات اللي يلاه البنات الصغارات اللي يلاه بعدين نوقفكم على البنات حتى نزكي الطاقه. هنا معكم من هنا البنات، من بعد نست مع الطاقه البنات، نست مع البنات، استفنا البنات، المهم حنا استفنا البطاطا البنات معايا الطواجين، وبنا غادي نديرو داك المطيش البنات غادي نحكوه، ما قطعتها انايا ولكن غادي نحكو حسن، وغنزيد شويه د الربيع البنات تحكو معايا، هنا البنات هنا كنديرو داك المطيش البنات اللي حكيناها، المهم سمحو ليا البنات هاد الصور ما كنصورها غير بالضحكة، هنا درنا داك المطيشة فوق الطاجين البنات. من البنات هنا غنديرو داك الربيع، المهم البنات هنا من بعد نست فينا البنات البطاطا، ودرنا البنات داك الربيع، ودرنا حكينا ديك المطيشة البنات، درناها فوق مطيشة، حطينا حكينا داك المطيشة عفوا، وحطينا فوق الربيع، المهم هو البنات الطباجين، أنا معاكم البنات راه الظهور هذا. ولكن راه بهاك الحال، ودرنا دوك الحارات تا هما البنات، ها هما حطيناهم هنا، وغنديرو شويه د الملح البنات، واحد شويه ديال التحميره، يلاه، باي باي البنات، ديروا لايك، وديروا شي كومنتار زوين بحالكم البنات، وحنا عاد تنشاركو معاكم البنات، وكل واحد راه خير وفي دارو، يلاه، باي باي. المهم البنات أنا درت داكشي ديال التحميره، وغندير فيه شويه د الماء البنات، لحق هاذيا شويه البنات لي درت، راه درت غير شويه ديال التحميره. وندير فوقو شويه ديال الماء البنات، المهم بعد ما درنا البنات هاذوك التحميره وزدنا شويه ديال الماء البنات، غادي نديرو هنا نفرقو على الطواجين البنات، البنات وهنا درنا شويه ديال الملح البنات، يلاه غايب من البنات هنا من بعد ما طابنا البنات، هاهو يا البنات المشاهدين تبارك الله ما شاء الله، راجع زوين. هو البنات درنا فوق الزيتون، راه بلدي البنات ما شاء الله، رجع داك الشافي، ها هو البنات تبارك الله ما شاء الله كي جا، المهم الصحة المشاهدين، احنا دروكا تبارك الله ما شاء الله كنتغداو بالصحة والراحة، وسمحوا لينا كل واحد راه خير وفي دارو البنات، احنا غير كنشاركو معاكم كل واحد راه خير وفي دارو البنات، يلا باي باي.